صباح الخير صبايا، ما راح اقول لكم صباح الخير لانه الظهر بصراحه، انا يمكن صوتي شوي متغير لانه كثير مرضاني مقربه ومرشحه. بدي اعمل طبخه سهله باعتباري انا مرضاني، وفي هيك كم شغله كم ملاحظه من خلال هالطبخه راح اعرض لكم اياها لكل صبيه سالتني عليها او احتاجت. انا اليوم بدي اعمل فته. انا قلت لكم انا من كل انسان له فضل علي تعلمت منه شغله وبيعرف حاله هو. انا الفته كنت بحلب ما احط لها رز مطبوخ ابدا ابدا ابدا، تعلمت شغله جديده وانا بصراحه دقتها وقت حسيت انه طيبه قلت لكم عليها، ومع ذلك انت الك حريه الاختيار وقت اللي بتساويها تحكمي عليها طيبه ولا لا. انا لكل صبيه من خلالها في عده ملاحظات هالطبخه. في صبية مثلا متعقدة من الرز، أنا راح أسرد لها طريقة الرز من خلال هالفتة. أنا اليوم الرزي ما بحاجة لشعيرية، أنا ولادي كتير بحبوا الرز بشعيرية، نادرا ما أطبخ رز بلا شعيرية، بس تحت الفريكة بعمله رز بلا شعيرية. هاي الفتة اللي بدي أعملها في إلى أول طبقة عبارة عن طبقتين رز، لا تحكمي عليها قبل ما تاكليها، دائما الاكله ما تحكمي عليها من اي بلدها الا بعد ما تذوقيها اعطي حكمك مشان ما تظلمي يعني تظلمي هالناس وايش بدي اقول لك بدك تكسبي سيئه تقولي انه انا قلت ماي طيبه، تمام؟ انا الرز اول شيء اليوم بدي اعمله بالمنيوم الرز، بدي اطبخه للصبايا اللي عاملين انه نجاح حكر نجاح الرز على التيفال، لا ما هو بالتيفال. هاي المنيوم عادية، هاي الكاسة، أي كاسة بتحبيها أنت، أي كاسة بتحبيها هي نعتبرها معيار للرز وللمي. المي ده تكون غالية، أنا الرز شوفي لسه هلأ أنا فقت، أنا اليوم بدي أنقع الرز بس ساعة على بينما تنسلق اللحمة. كاسة وهي كاستين كافيات. بجي أنا بنفس الطنجرة، لا توسخي طناجر ولا صحون، بنفس الطنجرة حط الرز. شوفي أنا ما بغسل رز، بعمله هيك بس المي بحطها كتيرة، وبحط ملح حطيته على جنب. انا وقت بكون والله هيك انا تصرفي في المطبخ، انا ما بحب الكركبه، بتعرفوا ايش بساوي؟ عشان ما اشوفها بحطها في الميكروويف وبتركها. هلا انا بسلق لحمه طنجره الضغط، شوفي لكل وحده عم بتعاني من زنخه. طلعي اللحمه بس كتيت عليها زوم مي بارده مشان ينزل الدم لانه ما بتنغسل، لا طالعي نظافتك بغسل اللحمه. بصله عاديه ننكه نحن، حتى احيانا انا صغيره بس بشيل القمعين وبقشره بحطها، صدقيني بقشره. انا بدي اسهل لك، طلعي هي لحالها هيك، بحط ورق غار. شوفي هدول العلب انت بتقدري تعمليهم، انا هدول من ايكيا مالي خلق اقعد اعمل، كنت وقت كنت اصغر من هيك كنت اعمل، هلا ما بقى اعمل. ورق غار، عود قرفه، حبه هال، بس غليت اشي الزفره واضغطيها هيك، ما بيطلع عندك زنخه ابدا ابدا. حتى للدجاج بهالطريقه، الدجاج انا لسه بخلطه بهالخلطه وبرفعه شهر اسبوع اسبوعين، وقت بطاله ريحته بتشهي. بحط بس بصله احيانا صغيره كامله بحطها، وبقش الزفره وبقول يا الله، او اذا ما بتحتاج هي مو بطاله عامل كيس، انا فيركتها بهالامور بحطها بالصينيه وبشوي. طيب هلا على السريع الفته بدها لبن، طحينه، كمون، حمض ليمون، ومي مشان نركز سمك الخلطة تبعت الفتة اللحمة، لأنه أنا هلأ أنها هاي المي بدي إياها من مية اللحمة، ما بصير من مية الحنفية، أنا عم بسلق لحمة مشان المي هاي فتة بتصير للدجاج رائعة وبتصير للحمة. أنا فتحت البراد قلت لحالي إيش بدي أطبخ، هاي طبخة سهلة وعندي لحمة شقف كتير طيبة، تصير بعضمة طبعا وبلا عظم، أنا عندي إياها اللي بلا عظم. أهلا وسهلا فيكي.
شوفي هون انا عم بحضر، ما عندي صنوبر للفته، عندي لوز دائما جودي على الموجود، عندي لوز وكاجو. انت انتبهي لكل ملاحظه بقولها من خلال اي طبخه. هلا شوفي انا التهيت عن اللوز تبعي اللي عم بقليه هون فيكم، بدي اصور، قمت فورا جيت لقيته بهاللون، انا فورا بشيله على الغاز وبعمل هالطريقه هي مشان ايش؟ اخفف من الحراره اللي اخذتها، اللي اخذها قعر الطنجره هي. فورا شيليه او اسكبيه بصحن فورا، او اعملي بهالطريقه. وقت بس اكبه بصحن بلور بتروح بصير بروده، ما في شيء يكمل عمليه القلي ويغمق لونه. شايفه هيك انا عملت هالطريقه هي. هلا قبل بشوي صارت معي هيك، هاي ملاحظة حلوة للمبتدئة. طيب أنا هون عم بسلق اللحمة، أنا بستعمل طنجرة الضغط وخديها ماركة السيف، كتير رخيصة وأحيانا بعملوا عليها عرض كلها على بعضها حقها يمكن 120 ريال 150 ريال هيك، والله ما بتذكر. المهم بس كوني حذرة في استعمالها. أنا هلأ سلقت اللحمة، ما هيك طفيت عنها. أنا احتياط احتياط، شوفي أنا هون عم بعمل مجدرة البرغل، ها شوفي السكوب، شوفي السقوب طلعت. هلا بدي اوطي وبحط زيت الزيتون مشان ما يصير هيك يتعرض زيت الزيتون للطبخ، كتير اطيب بيطلع طعمه كتير طيب بالمجدره. بنكمل مشان اللحمه تبعت الفته. انا ايش بسوي صبايا؟ كونوا حذرين. انا شلت هاي، شايفه انا قبل بشوي طفيت عنها، بفتح الحنفيه بنفس الوقت. بتعرفي انا بجليها من هون عاده، والله هيك بساوي انا كتير طبيعية هيك، يعني انا مالي حاسة هذا الفيديو للعرض للعالم وللناس، نحن بدنا نفيد بعض ونكون طبيعيين، نحن شلون بنشتغل في بيتنا. انا هيك بسوي، اللي بده يعيب علي يعيب. انا تلاقي هي بلهي حالي فيها، وهي نظفتها من برا وهي مغلقة لانه مضغوطة، انا ما فتحتها، ما في شيء يهرب مي لجوا. بعمل بهالطريقة مي باردة، تمام. هلا بقى بدي افتحها هون، امنت تماما. شوفي اللحمه، ودايما اعملي هيك، هزي الطنجره قبل هذا، شوفي اللحمه شلون تخلصي. شوفيها، انا هي المي اللي بدي اياها. شوفي اللحمه شلون صارت زهريه. هلا بشيل البصل بكبه، بشيل ورق بكبه، الحب الهال، القرنفل، كلياته انا بكبه وبكمل. هذا الشيء بنطبق على الفروج تماما. اذا حبيتي تحمري تلاقيه نص سلقه، بس انا دائما الفروج وقت بجيب لي يا جوزي فورا بحط له تبله، وانا عرفتها تبله كثير حلوه، صدقيني بتحطي انفك بتقولي اه على هالبارفان. فعلا بارفان حلو للدجاج خاص غير اللحم، لانه بتعرفي له زنخه، بهالطريقه بنقضي على الزنخه. انا بدي بس هالمي، هاي المي كلياتها انا خلصتها منيح منيح، يعني اخذت عصاره اللحمه كلها كامل دسمه. ايش بسوي انا؟ انا لحمتي ما انا مدهنه، بحط معلقه زبده صغيره او سمن عربي اذا متوفر، او سمنه طيبه. شوفي انا يا دوب تلاقي بلورات الدهن، انا بحط معلقه صغيره ما تكثري، اللي عامل دايت شيء ثاني، بس انا عم بحكي الناس الطبيعيين كطعمي، انا عم بحكي كطعمي طيبه. هلا في شيء طيب وفي شيء اطيب، انا عم بعرض لك الاطيب، اللي بيحب درسه عقله الحلبيه درس نحيم. طيب انا هون بدي استعد للخلطه، بحط، وقبل هذا الشيء كله بدي افرجيكي انا هلا الرز، من وقت ما صورت لك طلعي انت على الزمن، فما رح يبين معي. انا الرز مو هذا نقعته هيك بنفس الطنجره تماما. شوفي بحط من الكولر، انا عيرت وقت اجيب لي المنك اللي عيرت فيه عشان ما اضيعك. طلع هذا الكولر، شوف هاي مي غالية طبعا، وحده بحط ثلاثه بحط، انا ما نقعته كثير، يعني عادة أنا إذا نقعته بحط كاسة وربع، هاي تنتين،
وهي الثالثه. وهلا روحي رح تشوفي شلون الفلفل. بدنا نحط زيت، انا قلت لك دائما مع طبخ الرز بحط زيت، ما بحط السمنه لا يتنشف ميته ويطلع ثقوب. نار قويه طبعا، لا شوفي نار قويه، هاي الزيت اللي بحطها وبضبط ملح. ملح ما تكثري دائما. بعمل هيك بدوق ملحه خلاص تمام، وبغطي. اهلا وسهلا فيكي صبيه. مثل ما قلت لك انا هلا كشفت الرز هيك لقيته عمل ثقوب وخلص استوى، ما بحركه. طفيت انا، جبت سمنتي الطيبه او الزبده اللي بدك اياه انت نقي على كيفك. باخذ معلقه طلع بعمل هيك، وطبعا انت كميه السمنه انت حدديها. اخذت معلقه وعملت طلع شو هيك نيب. أهالينا أول كانوا يكوها كوي كمان طيبة، بس هي أفضل، هي نيب فلا نعرض السمنة للكوي. كانوا يكوا، وأنا بتذكر أمي تمسك كوية السمنة للرز تحط وتحرك تحط وتحرك تحط وتحرك. أنا بصراحة من زمان كنت هيك أعمل، بس بعدين سبحان الله مو بنقول التجدد دوام الحياة، أنا تعلمت هالطريقة شفتها مفيدة أكثر وصحية أكثر. وأنت بتحددي السمنة على كيفك، معلقة ولا هذا. شوفي الرز شلون، أنا هلأ المفروض ما أحرك لك إياه، ومع ذلك خلص أنا ضمناني الرز رح يكون مفلفل وبياخد العقل. شوفي هلأ بدي أسكبه بعد شوي بس تدوب السمنة، فرجيكي إياه. بتركه هيك، تركي 5 دقائق لعشر دقائق، انت صيري لحالك على التجربة، انت بتحددي الزمن. انا مثل ما قالت وحدة صبية بمشي على البركة. انا المجدرة هون خلصت، مثل ما قلت لك شلون هون عملية السمنة، هون عملية الزيت انا بعملها، زيت الزيتون طبعا. سكبت هلا لابني، بدي احط له اياها بطريقة شهية، اللي بتحب تتفنن اللي بتحبها، هذا في منهم بسكبوه هيك عادي عادي جدا، بس انا ابني هيك بحب. حطيتها هون المجدره، وانا في عندي ضيف هلا كمان بيجي. قمت قلت بعمل فته ومجدره وخلصنا. بدي افرجيكي المخلل هلا هيك، هلا بتركها شيء تقريبا 5 دقائق بعدين بسكبها بصحن، بدي افرجيكي مخللي وبزينها بالبصل. طيب نجي هون هلا بدي اقطع هي الفته، هلا الفته الرز راح اسكبه. شوفي هاي لهون مشان تبين شلون الرز طلع. شوفي الرز ما احلى شلون الفلفل بقى، ما يقلوا لك الطنجره لا، ما لها علاقه الطنجره ابدا ابدا. انا هذا للفته، انا ما بخلي حاطه ابدا، كلياتها بنزلها لانه انا واثقه انه رزي طلع مثل الصنوبر. كل الرزات انا رح احطه سوي هون، اقرب الصوره مشان يبين الرز شلون. انا مزكني بقى، ما يهمني عندك طنجره، بس انا لسه ما حبيته لطبخ الرز بصراحه عندي. ها ولو قعروا سنين ما بعرف، سبحان الله بتلاقي كل هيك نحاس بجنن نحاس، بس منين نحن بالسعوديه، انا عندي بحلب عندي نحاس. هلا عملت الرز هيك، هدول الخبزات في منهم طبعا برتبون اكثر من هيك، انا مستعجله وما بدم لانه ما راح يبين اصلا شكله. امرته على الميكروويف، بتحبي تامريه تبخيه زيت وتحطيه بالفرن وتخشخشيه كمان، بيطلع بياخذ العقل. بس انا جوزي عامل حميه،
لهالدرجة أمر لهالسبب أمرته بالميكروويف وهلأ بدي أحطه. أنا هلأ ما رح أحطه لأنه ضيفي لسه ما أجا، أنا ضيفي بيكون جوا وهيدا تتحضر، ما بتتحضري قبل بوقت، ما طيبة الخبز، ما لازم هيك، لازم يحس بالقرطة تبعتها. يعني أنا هلأ مثلا سكبت الرز حسب أنتي طبعا كميتك اللي بدك تعمليها، ولا هلأ بدي أعلمكم الخلطة حسب كم ضيف عندك. شوفي لبن أنتي عايري، أنا على البركة بدي أشتغل، معلقتين ثلاثة، بدك تحس بحساب الصحن أنتي صغير ولا كبير، وتحددي الخلطة معك، وتحددي الخلطة لأنه الخلطة بدها تغطي الوش. الطحينة بهزة مثل ما قلنا، اللي عم تتابعني عم تفهم علي، هاي بهزة مشان السيرج اللي 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 تم على الوش السائل الشفاف هذا ينخلط مع صوص الطحينة نفسه. مبدئيا بحط هيك، حطي مقدار فنجان شاي، انا لكميتي طبعا. ها الثوم اللي عم تتابعني دايما بتعرف انه الثوم مش قصر لي عملته بهالطريقه، شوفي شلون بياخذ العقل، بحطه وبرجعه فورا، ما بنساه هون، فورا برجعه على الفريزر. ملح بحط لا تكتري لانه حيت مرقه اللحمه حطيناها لهذا ملح. بحط كمون ضرورية، بهار أبيض وبهار أسود وحمض، ليمون بنصحك كمان تعصري الليمون وما تحطي له شيء أبدا أبدا أبدا، حطيه بس بالبراد كل فترة وفترة. جيبي بهار أبيض وبهار أسود، وهي مرقة اللحمة ده تكون غالية سخنة، ما هي غالية لا، لانه بيتاثر هاد، عفوا ها احيانا انا بخطئ في الحكي، شوفي هذا بيتاثر، ده تكون سخنه بس هيك، وهي ده تكون نصها غاليه لانه ننسقي فيها الرز والخبز. عرفتي المرقه بدنا اسمها اسمين، اسم نخلط اللبن والطحينه، والنص الثاني ننسقي الخبز والرز. وهي اللحمه لحمتي انا بدي احطها على الوش، تمام. ملح، كمون، رشة بهار أبيض، رشة بهار أسود، لبن ومرقة لحم، وبتخلطيه بالمكسر ولوقت دا قدمة دا أفرجيكم إياها. أهلا وسهلا فيكي صبايا. إيه صبايا منكمل، أنا كمية الرز حطيتها هون، أنتي بتنقي كمية قد عدد الأشخاص اللي عندك. أنا هدول دا أمرهم أنا مشانك، ها أنا بدي أترك اسم ماله مأمر بالميكروويف. بعمل الزيت بهالطريقة، بحط هالخبز هيك. انتي من هلا وراي ايش في خبز ببيت عندك قيمي اتركيه على جنب. بحط زيت هيك، زيت مازول لا بدك زيت زيتون انتي حره، وانا بحطه بالفرن تشعلي من تحت وبعد شوي من فوق. طيب انا هلا الخلطه عم بساويها، شوفي تعال شوفيها، بدك تدوقيها، لازم تدوقيها، دوقيها شوفي سماكتها، لا وسط، في منهم بتحبوها سميكه سمكيه، مريئه اعمليها، انت نقي السماكه اللي بدك اياها، انا عم بعطيكي المكونات الاساسيه وانت اشتغلي عليها مثل ما بتحبي، كل شخص انا بحبها وسط. ناقصه حمض، لازم تدوقي وتستعملي حواسك، ناقصها حمض. بحط لها عصرة ليمونة وبرد، إذا ملحة ناقص شيء انتي. أنا جاهزة خلطتي، خلطتها على جنب، لا تقولي إنه الضيف وأنا بدي أنعبط فيها، لا، أنا خلطتها، هذا الخلط ما بهم يكون سخن ولا بارد. عندي هون اللي بهم سخن وبارد، هون، هي وهي، هالتنتين. بحط هاي وبغلفها وبسخنها عن طريق الميكروويف او مع بعض، او مع بعض بسخنهم ليغلوا، هن بغلوا تماما، هيدا تتحضر خلال 5 دقائق
بسقي الرز، بسقي الخبز اللي قمرته، وبحط الصوص، وبعدين بكوي سمنه وقلوبات وبحطها على الوش. وتعي شوفي هالاكله مقطيه، هاي هي فتتنا. هلا انا بنجبع هذا صحني، وهذا مو صحن خاص للتصوير، انا كل شيء عندي اياه انا هون بستهلكه وعلى الطبيعه. حتى اذا بتلاحظي ما بقدر احط لكم كل المكونات، هيك طبعي بعصب وبتكركب، بحب كل شيء ارجعه محله، وانا هيك عم بصور بصراحه. انا جبت هاي، ما هيك ايش بالبقله المجدره، دائما ايش بيلبق مع طبختك صدقيني رب، يعني هو اللي بيزينها، جد هو اللي بيزينها. يعني ما تزيني طبخه بشيء ما بيناسبها، يعني مثلا هلا اللبنيه جنبها بصل، البرغل جنبه بصل، المجدره جنبها مخلل، انت زيني بشي ناسبه للطبخه، هيك بتطلع عندك فعلا انت عم بتحطيها من قلبك الاكله وبتقدميها، ما عم تتصنعي على الطبيعه، خليكي على الطبيعه. بعمل هيك خالد تاجه اذا بتتذكروا مسلسل، بعمل هيك وبسوي هيك، طلع بشيلها البصلات، هدول هنين البصلات، بحط على الوش وبعمل كمان بهالطريقة. تعال شوفي هيك، تمام. وهلا مخللاتي بدي افرجيكم اياهم، مخللاتي انا دايما بحط هون، هاي دايما خليها بين ايديكي. شوفي مخللي انا، انا هلا بدي افتحه قدامك وما حطيته بالبراد لانه مضطره بدي افرجيكم اياه. شوفي انا ايش حيطه تحته، حيطه صينيه، حسبت حساب انه بده يفور. شوفي السائل المي، طلعي طلعي المي السائل. انا لا ايش اوسخ خزينتي، انا هلا بطالعه هلا. ها شوفي شلون بحط ايدي هاي، فرجيكي اياه على الطبيعة شلون بيقرط. في صبية طلبت هذا طريقته، طلعي شلون لساته اخضر، طلعي انا جيت افتحه وغامرت كرمالكم، لساته اخضر، لساته اخضر. بدي انا اسفه بدي ارجعه، ها بدي احط له مخلل قديم، بدي ارجعه محله، اسفه لانه لسه ما استوى، المفروض نصبر عليه. هلا انا فتحته بصراحه قلت اسبوع بكفي، ما كفى اسبوع، جزء لانه المطبخ عندي مكيف ما بعرف، ما كفى اسبوع، انا بدي ارجعه محله. هلا بزين له من المخلل اللي عندي، هذا مخلل جاهز الكل بيعرفه بالسعودية. وأنا السلطة طبعا لسه ما خلطتها، ما راح أفرشيكم إياها، بس مثلا هاي بندورة مشان بس ألون الصحن. شوفي أنا هلا أول شيء غلطت، حطيت البندورة هون مع البصل. ايه صراحة بتتقبلي تاكلي بصل مقلي مع بندورة؟ لا ما بتتقبلي، فورا انا تداركت خطأي، حطيت البندورة مع المخلل، لأنه كلياتنا بنعرفها هي الست قليلة شلون بنحط المخلل مع البندورة مع الزيت، كل شيء حطيه ناسب بعضه. بتطلع معك فعلا شيء طيب، أنا السلطة لسه ما حضرتها، هلا بمسح له الصحن وبقدم له إياه، أهلا وسهلا فيكي صبية. صبايا هذا الرز، شوفي لانه وخي قبل الوقت ما بيهم، انا حطيته بالميكروويف. هلا انا هدول خبزاتي قمرتهم بالفرن بهالطريقه، هلا ضيوفي جوا هن، هي هلا قانونية بتدفن، ما طيبت حضريها قبل بوقت بهالطريقه. هي بتصير
بصير فتت لسانك وتاخذ لحالك. شوفي مية اللحم شلون عم تغلي. بدي اسقي فيها شو اسمه الخبز بهالطريقه. ثواني بده يصير. شوفي شلون بعمل بهالطريقه مشان نجيها هلا خلال ثواني بده تكون. تعالي شوف هلا هون طلعي شلون. حطيت سمنه هون، هو يفضل صنوبر طبعا بس هذا جود على الموجود. هي فت لسانات بتاخذ العقل. شوفي ايش دق شلون دقويه هي بهالطريقه. بدها تتقدم سخنه. تعي لهالطرف مشان يبين لك. ما مبين هيك. طيبة لأنه هي طيبتها اللي سخنة كتير. هاي مجدرتي أنا إيش بسوي؟ النعناع كتير طيب معه لهي. ها شوفي تمام. تعرفوا إيش هذا الصوت؟ شو ما لا يسهو. يا الله العطاء. نسيت اللحم. انتوا تداركوا اللحم معلش بما انه نسيت اللحم. يلا معلش ما في مشكله. ما قلتوا لحالكم ليش ما حطيت اللحم؟ معلش بصير هيك ما في مشكله ما في مشكله لانه العلبات كثيره. السينات تاخذ العقل. القشة اللي بيقولوا لها الحلبية هي هي السلطة على السريع السريع. ليمون زيت ما بدهم لا ثوم ولا بصل. حركيها جنب المجدرة. اهلا وسهلا فيكي صبية. شايفين الصحن مفتح مع احمد؟ هذا هو. اهلا وسهلا فيكي صبية. طالع البقدونس. استنى شوي. بقدونس بجنن بجنن مع انا نضيف نضيف حطه هون. ايش رايكم؟ انا بدي عرق. انا هيك بساوي بساوي السلطة. طلعي هيك بطلع رائع. اصلا عود هو الافاده فيه بصراحه. انت نقي العود الغضه وتركيها ما تكتبي.